في الشغيلة وفي أصحاب الياقات البيضاء اللي حكينا عنهم، هن الشغيلة المضاربين اللي نشرنا المحادثات اللي بتفرجي كيف هو الشغيلة وهو المضاربين والصرافين عم بيعلوا الدولار أعلى من سعر السوق، وكيف قدروا خلال شهر يعلوه من 47 ألف ليرة ل 64 ألف ليرة. القوى الأمنية لهلأ ما تحركت، واضح أنه ما في نية عند الأجهزة الأمنية كلها أن تتحرك لتوقف هول الصرافين اللي أغلبهم شمع الخيط وهرب، طفوا تليفوناتهم وتخبوا. وهني هول لنأكد أنه هني هول واجهة لمصرفيين لأصحاب مصارف لرياض سلامة، هني اللي عم بيلموا الدولارات من السوق أو عم يعطوا إياها، وهني اللي عم بيساهموا أنه هيدي الدولارات ترتفع أسعارها بطريقة جنونية بهذا الشكل.